إلى باكو. والآن في ختام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، وافقت دول العالم المجتمع على اتفاق يوفر تمويلا سنويا لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية لمكافحة تداعيات التغير المناخي. ويتمثل هذا الالتزام المالي من جانب الدول الصناعية الكبرى في زيادة القروض والمنح للدول النامية من 100 مليار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويا حتى العام 2035، وكذلك زيادة الأموال المخصصة لمساعدة هذه الدول على التكيف مع الفيضانات وموجات الحر والجفاف، وأيضا الاستثمار في الطاقات المنخفضة الكربون بدلا من تطوير اقتصاداتها عن طريق حرق الفحم والنفط. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر عن مشاعر متباينة في ختام هذا المؤتمر، حاضا الدول على اعتبار هذا الالتزام أساسا يمكن البناء عليه.